ليس على وجه الأرض أحد يقدر سعي وجهدي ومعاناتي، وحده ربنا جل جلاله يقدر جهودنا وسعينا وكمية تعبنا ومعاناتنا. السلام عليكم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الله أكبر. لا يضيع شيء عند الله. عندما تتقدم إلى وظيفة وتقدم سيرتك الذاتية، تتحدث عن إنجازاتك، الجامعة، الماجستير، الدكتوراه، أنجزت بناء، ألفت كتابا، قدمت برنامجا، هل يمكن أن تضع في سيرتك الذاتية كمية جهدك وتعبك؟ لا. لماذا؟ لأن الناس لا يعترفون لك بذلك. في كثير من الأحيان لا يصل الإنسان إلى هدفه، فيذهب سعيه عند الناس هباء منثورا. نحن نحاسب بعضنا على ماذا؟ على النتائج، على الشهادات، على الإنجازات فقط، لا نهتم لكمية التعب والجهد الذي قمنا به. لم تقدم الامتحان النهائي نتيجة ظرف من الظروف، أنت راسب، لن تتخرج ولو تعبت 10 سنين، لكن الله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين، لن ينظر إلى صحيفة أعمالك استنادا لنتائجها، بل سينظر إليها استنادا على ماذا؟ على سعيك وجهدك وحتى نيتك. ولذلك قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ما أعظمك يا رب وما أكرمك. ليس على وجه الأرض أحد يقدر سعي وجهدي ومعاناتي، وحده ربنا جل جلاله يقدر جهودنا وسعينا وكمية تعبنا ومعاناتنا. وحده سبحانه وتعالى يكافئنا على جهودنا وسعينا. فإياك أن تحتقر عملك وسعيك، لأن بعض الناس يحتقرونه. هذا هو العدل الإلهي، ولكن كرم الله عز وجل أنه يضاعف للإنسان أضعافا كثيرة. قال تعالى: وأن سعيه سوف يرى، سوف يشاهد عند الحساب، ووجدوا ما عملوا حاضرة، يجدها حاضرة مجسمة، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي الأتم والأكمل. فهيا إلى السعي الذي لا يضيع، وإلى التجارة التي لا تخسر، التجارة مع الله. الحياة ألم يخفيه أمل، وأمل يحققه عمل، وعمل ينهيه أجل، ثم يجزى كل امرئ بما فعل. دمتم في أمان الله.